السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب ملهم جد الله من الصف الخامس، والآن سوف نتحدث عن أثر تغيرات البيئة في الأنظمة البيئية. هيا بنا. تتغير الأنظمة البيئية بصورة مستمرة، يحدث ذلك ببطء أو بسرعة كبيرة نتيجة مؤثرات. ما هذه المؤثرات؟ أولا تغير تضاريس الأرض، ثانيا كوارث الطبيعة، ثالثا تغيرات المناخ. والآن يا خامس، كيف تتغير تضاريس الأرض؟ تتغير نتيجة عوامل مختلفة، منها الرياح، حركة المياه، ومن الكوارث الطبيعية الإعصار، البراكين، الحريق، الزلزال، الفيضان. من الكوارث الطبيعية التي تغير الأنظمة البيئية، ما هي يا خامس؟ البراكين. والآن لنفكر في هذا السؤال يا خامس، كيف يتأثر الدب القطبي بتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة؟ كيف يا خامس؟ فكروا معي. يفقد موطنه وينقرض. لماذا تتأثر الأنظمة البيئية يا خامس؟ بالعلاقات بين الكائنات الحية، سواء كانت ضمن الجماعة الواحدة أو المجتمع الحيوي كاملا. أمثلة على الأنشطة البشرية التي يقوم بها الإنسان لقضاء حاجته، فكروا معي يا خامس. أولا الصيد، ثانيا قطع الأشجار. كيف تتغير الأنظمة البيئية يا خامس؟ أولا تنتقل الكائنات الحية للعيش في مكان آخر، ثانيا تتحمل الكائنات الحية الظروف والأحوال الجديدة، ثالثا يتعذر على بعض الكائنات تحمل الظروف والأحوال الجديدة. الانقراض. ما هو الانقراض؟ موت أفراد نوع من الكائنات الحية واختفائهم جميعا في منطقة ما. من الحيوانات التي انقرضت في الأردن، منها طائر النعام السوري، غزال المها العربي. المحميات الطبيعية في الأردن، منها محمية ضانة، محمية المنجب. يا ترى الهدف من تأسيس المحميات الطبيعية ما هي؟ حماية النباتات المهددة بالانقراض، إعادة توطين الأحياء البرية. شكرا لكم لحسن استماعكم، إلى اللقاء.